دشيت العمل التجاري مع أبوي الله يرحمه وأنا صغير 5 سنوات. أول ماكينة طلعت من اليابان جات البحرين، أول ماكينة قال عطني يدك بس خلاص ما في نقاش، خل ناكل في البحرين. لو أنا قبل 10 سنوات أقول لك إنك أنت عقب 10 سنوات تتصل في شركات توصيل أكل يجيبون أكلك لبيتك تقول لي أنت مجنون، أحد يجيب أكل؟ وايد ناس بالعالم صاروا مليونيرية من لا شيء. فلا تقول هاي محكور على ولد التجار، لا. أنا ولدت في المحرق في الحالة، أنا وكل إخواني مولودين في نفس البيت، ودشيت العمل التجاري مع أبوي الله يرحمه وأنا صغير 5 سنوات. عمرك 5 سنوات؟ 5 سنوات. أول ما دشيت، لأن انولدت بعد سنين من الزواج 20 سنة، تالي خذ والدتي. فيوم ما انولدت كان وايد فرحان، وأول ما بلغت 5 سنوات دخل المدرسة بالزور، وتالي قال لي شوف يبا صبح المدرسة العصر المكتب معي. فدشيت معاه المكتب، يعني ما كان عندي وقت العصاري مع الهالة ألعب في الفريج أو كان في الكشافة ولا شيء أشترك، ما كان فيه. دشيت مع العمل البزنس، ويوم ما وصلت صف الرابع خلصت ثالث قال لي خلاص الحين من اليوم تقرأ إنجليزي السنة الجاية. فجاب لي مجلة بزنس ويك، أنا ما أعرف اي بي سي دي للحين ما أعرف، قال لي الحين تتعلم هذه وتاخذ قاموس الكلمات اللي ما تعرفها تشوف بالعربي الإنجليزي شنو معناته وتكتب عليها. بالزور أسبوعية تي مجلة، كل أسبوع مجلة، أنا ما أخلص صفحة إلا مجلة ثانية جاية. عقب شوي شوي تعودت وتعلمت في المدرسة لين ما وصلت الصف السادس، وهذيك كان ترتيبي يعني الحمد لله في الإنجليزي دائما الأول، لأن كنت أقرأ اللي زملائي يقرونه السنة الجاية أنا كنت أقرأ قبل، وكنت أتعلم وايد أشياء من المجلة هذه بزنس ويك. فالحمد لله يوم ما وصلت الثانوية وخلصت قال لي خلاص الحين أبيك تكون معاي. يعني كان يعطيني أقرأ رسائل مال الشركات وأنا في الصف السادس للحين ما نعرف شيء، يعطيني الرسالة يقول لك اقراها. هاي الرسائل اللي جات كنت أروح أجيب له البريد عشان يقول لك اقراها، فكنت أقرأ الرسائل ما أعرف أشياء يقول حط عليها بالقلم العربي، أخذ القاموس شوف معناته. فكنت أكتب وأتعلم وأقرأ، بالتالي شوي شوي ما تحتاج هالأشياء. رسائل بزنس عادة ما تكون طويلة وايد، وداش فورا إلى المقصد اللي يبونه. فكنت تعلمت وايد من هالأشياء لما خلصت. عقب ما خلصت مثل ما قلت رحت المكتب، ابتديت أشتغل في المكتب. الوالد كان عنده نظرة وعلمني أشياء من خبرته. هو أخذ وكالة بريجستون سنة 1950، ما حد كان يبي وكالات يابانية في ذاك الوقت، كانوا يسمون الإنجليزي والأوروبي والأمريكي الأصلي، وكانوا يقولون حق الياباني تقليد، لأن الياباني كانوا يقلدون الشركات فكانوا يسمينهم تقليد، وكانت البضاعة مب بالجودة الأوروبية. فهو كان عنده بعد نظر، خذ وكالة بريجستون سنة 1950، قال هذه أنا أخذتها على أساس مستقبل لهم مستقبل. خذ وكالة ياماها المكان البحرية
ستة أشهر عقب ما افتحوا شركة ياماها في اليابان أول ماكينة طلعت من اليابان جات البحرين. أول ماكينة جات البحرين. ومع ذلك ما حد كان يبيها. قال هذه بعد حق المستقبل. فكان يقول لي هاي كلها حق المستقبل. تالي خلال كم من سنة ياماها كانت نمبر 1 بريدجستون رقم 1 في العالم في الإطارات. ينافسون بل غلبوا معظم الشركات الأوروبية والأمريكية. فكان عنده دائما نظرة بعيدة. فأنا تعلمت مننا دائما لازم نطالع شو اللي ممكن يجي في التالي، شو اللي في المستقبل. دوام الحال من المحال، لازم نفكر في شيء ثاني. اللي الشركات اللي سايد اليوم ممكن تتغير. فهو يوم خلاني أو اشترك لي في ياما بزنس ويك أو نيوز ويك، كان عنده عشان تعلم إنجليزي وتعلم في نفس الوقت أشياء. فأنا من هذه حبيت وايد القراءة، كنت وايد أقرأ باستمرار، أقرأ لأن أنا في المكتب عندي أي فرصة عندي أقرأ. فتعلمت من هذه القراءات الشركات خاصة من بزنس ويك والهيرالد تريبيون وول ستريت. كنت أحب الثلاثة جريدتين ومجلة، كنت أحبهم هذين أقرأهم. فكنت كان في كلام إن الدول شرق آسيا تنافس اليابان عما قريب خلال 5 أو 10 سنوات الجاية في المجال الإلكتروني. تايوان كوريا ماليزيا سنغافورة هونغ كونغ. تميت أنا في لأن كنت أقرأ، قلت خلني طالع البلدان هذه، خلني نشوف نروح نطالع. فكنت أسافر أنا إلى اليابان مرتين في السنة حق بريدجستون وحق ياماها. ففي روحاتي قلت أنا حين هناك فكنت أروح كوريا، تايوان، هونغ كونغ، سنغافورة، ماليزيا. فتميت أول رحلة طالعت، ثاني رحلة تميت قطيت بعض البلدان، قلت هاي لا هاي لا هاي لا. فركزنا على تايوان أو كوريا. تايوان شركات تقريبا مأخوذة، ما في شيء مجال ناخذ. فشيكت كوريا، كان في جولد ستار، رحت كوريا وتميت أهتم في هالنقطة هذه بالذات. فقلت حق عبد الله أخوي تشوف، قالوا إن عندهم مكتب في الخليج، دور شوف من عنده المكتب، وين المكتب، إيش نقدر نسوي. روح دار قال لي في الكويت عندهم مكتب. قلت له روح حاكم عبد الله، راح سافر الكويت حاكم، قالوا إحنا عندنا وكيل ما أدري شلون ما نبي مر. قال لي شيك معاهم، هني مو بقادر أسوي شيء. شوف كان يقول ناخذ كل شيء اللي عندهم. قلت له خلني أروح كوريا. رحت كوريا، كان ثالث زيارة لي. قالوا لي عضو مجلس إدارة المسؤول عن التصدير دايركتر راو كانوا يسمونه يبي يشوفك على الغد اليوم. قلت لهم إن شاء الله. ودوني مطعم كبير جدا ما شاء الله. قالوا لي انزل هني، هاي الريال يوديك حق الريال المسؤول. يوم ما رحت جلست معاه قال لي انت وكلاء بريدجستون؟ قلت له اي. هاي سنة تقريبا 78 79 كذي. قال هم رقم 1 في العالم. قلت له اي. قال انت وكلاء ياماها؟ قلت له اي نعم. قال هم رقم 1 في العالم في المكاين البحرية. قلت له اي نعم. قال انت وكلاء أدميرال أمريكية، شركة أمريكية. قلت له أي نعم. قال هاي رقم 1 في العالم في الثلاجات، أحسن ثلاجات في العالم هذه ينتجونهم. قلت له أي نعم. قال جايين إحنا حق شنو؟
احنا ما عندنا اي اسم في العالم تقريبا اليوم. ما انت كل اللي عندك رقم واحد رقم واحد رقم واحد، احسن الاشياء عندك جاي لنا احنا ليش؟ قلت ها زين، هاي نقطة وايد مهمة. ابوي يوم اخذ بريدجستون سنة 1950 ما حد كان يبي وكالة بريدجستون، ما كان حد يبيها، ما حد يبي ياباني، اي كل شيء اوروبي وامريكي، احنا هم كانوا ولا شيء. قال حق المستقبل هذين انا اشوف الياباني جايين، فنظرة مستقبلية خذ وكالة ياماها. ياماها تولي سنة 1960 ما حد كان يبي ياماها، ما حد كان يبي وكالة ياماها، اول ممكنيات البحرين. لكن عقب كم من سنة ياماها الحين نمبر 1، كان قاعد احاكيك تقول لي نمبر 1. قال لي نعم. قلت له انا الحين جايك ومسوي دراساتي ان شركات، اعتقد شركات من شرق اسيا تاخذ محل اليابان، وانا اعتقد ان كوريا تاخذ محل اليابان، وانا اجزم ان انت و جولد ستار، جولد ستار تكونون رقم واحد من 5 إلى 10 سنوات تكونون، وانا مستعد معاك جالسين نضحي 5 سنوات نخسر معاكم، بس ليش صرتوا رقم واحد او صرتوا من الكبارية مثل ما بريدجستون وياماها معانا، ابي نكون مع بعض نمشي مع بعض، انا اضحي اليوم حق المستقبل. كنت مستعد تاخذ وكالة تخسر فيها على الاقل 5 سنوات على اساس عقب 5 سنوات أو 10 سنوات تكون من الاوائل. قلت له اي نعم. قال عطني يدك بس خلاص ما في نقاش، خل ناكل. خذنا وكالة بريد. عشان كذي اقول انا حق الشباب فكروا في اشياء غير، دائما فكر ايش ممكن يصير عقب كم من سنه، لا تفكر شنو اليوم. اذا تبي تسوي اليوم ما يمكن تنجح، خاصه اليوم بالاجهزه الالكترونيه الموجوده. اليوم كل شيء ممكن يصير بدون ما تكون انت تاجر او يكون عندك محل تجاري كبير. وايد من الشباب في العالم نجحوا من بيوتهم. فيا جماعة فكروا في أشياء. ذاك الأيام كنا نقرأ، دراساتنا كانت كلها على قراءات وأبحاث اللي غيرنا يسوونها وإحنا نقرأها. يا جماعة رجاء يا عيالي اقروا دائما، طالعوا في التليفونات في الكمبيوترات في الآيباد اللي عندكم. إذا حطيت لك في اليوم 2 ساعة تسوي أبحاث اللي يسمونها ريسيرش، ريسيرشك أنت وأبحاثك تكون إيش ممكن يصير عقب كم من سنة، إيش ممكن يجي. لو قبل 10 سنوات واحد قايل لك إن الناس وايد يطلبون أشياء بالتليفونات، أمازون اليوم أكبر مصدر وبياع أي شيء تبي، لا ينتجون شيء ولا عندهم شيء، عندهم محلات ومكاتبهم، تجيلهم اتصالات نبي عزك الله القميص هذه، نبي الثوب هذه، نبي عزك الله الحذاء هذه أو الآلة هذه نبيها، يتصف شو الرست شحنوا حق ذي، جيب حق ذي، جيب حق ذي. هي أكبر شركة في العالم، بس في شركات ابتدت بعد صغيرة، شركات توصيل الأكل في البحرين. لو أنا قبل 10 سنوات أقول لك إنك أنت عقب 10 سنوات تتصل في شركات توصيل أكل يجيبون أكلك لبيتك، تقول لي أنت مجنون، أحد يجيب أكل؟
احد ينقل اكل؟ في اليوم يجيبون اكل من كل المطاعم، من كل الشركات يجيبون اشياء. ناس ابتدوا شيء بسيط. ففكروا يا جماعة شو اللي ممكن يصير، شو ممكن نطور الأشياء. وايد ناس بالعالم صاروا مليونيرية من لا شيء، شغل بيوت. فلا تقول هاي محكور على ولد التجار، لا، هاي المجال مفتوح حق كل العالم. واحد عليه فقط يفكر ويحط جهده اني ابي اشوف شو قاعد يصير في العالم، شو اللي ممكن يصير خلال السنوات الجايه.